في وزارة العدل والحريات نشتغل على مشروع قانون جديد للمادة الجنائية. استوقفنا موضوع الإجهاض كما استوقفتنا عدة مواد فيه، وبالطبع هناك الآن حوار. جلالة الملك اليوم أعطانا توجيهات وتعليمات في أن نتشاور بيننا ونصدق مع الجهات المختصة من أجل أن نصوغ نصا من جهة يستحضر كافة المستجدات وكافة التطورات الجارية، ومن جهة أخرى يحافظ على قطعيات الشرعي و تعاليمي. لقد شرفني جلالة الملك نصره الله باستقبالك رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكلف المجلس بالقيام بسلسلة من المشاورات مع المجتمع المدني ومع كل الجمعيات الدفاع على حقوق النساء وكل فعاليات وأهل الاختصاص للقيام بتفكير جماعي وتعددي حول طرق إصلاح القانون الحالي والمقتضيات القانونية الحالية حول الإجهاض. وسيبدأ ابتداء من هذا الأسبوع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتنفيذ هذه التعليمات الملكية في أفق كما قال جلالة الملك الإصلاح لإشكالية الآن أصبحت أظن قضية عمومية ومحل نقاش عمومي واسع، ولهذا لابد من تعميق هذا النقاش التعددي في أفق إصلاح كبير إن شاء الله. بين المغرب والنرويج تنسيق وتكثيف للجهود لتعزيز العلاقات الثنائية، فالتقارب بين البلدين